من الخليل ينضم إلينا الدكتور سعيد شاهين رئيس دائرة الإعلام في جامعة الخليل. دكتور سعيد، التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يبدو لافتا لأنه بوتيرة متسارعة عن ذي قبل، تعقيبك. صباح الخير لك والأستاذ المشاهدين والمستمعين. ما يجري هو في حقيقة الأمر كرد فعل على وحشية الاحتلال التي ينتهجها منذ 7 أكتوبر داخل الضفة الغربية بالدرجة الأولى من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية إلى كانتونات ومحاولة حصر المواطنين في سجون مغلقة وكانتونات معزولة، وفي محاولة أيضا للتعبير عن الشعور الوطني الفلسطيني المتضامن مع أهلنا في غزة في ظل حرب الإبادة. لذلك حكومة الاحتلال تحاول أن تستغل الظروف الحرب القائمة في غزة من خلال توسعة الاستيطان وفرض مزيد من الإجراءات الانتقامية والعقابية على أهلنا في الضفة الغربية أيضا، وتصاعد وتيرة المواجهة والنضال والمقاومة هي في حقيقة الأمر رد فعلي وطبيعي على كل الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال من أعمال الإعدامات اليومية في أماكن متفاوتة ومختلفة في الضفة الغربية، وخصوصا في شمال الضفة ووسطها وجنوبها، في لا يختلف الأمر عن باقي المناطق، في حين أن وتيرة المقاومة هي ترتفع بشكل أكبر في مناطق الضفة الغربية الشمالية. وأيضا تسارع وتيرة البناء وأيضا الاعتداءات المستوطنين بشكل متكرر، وخصوصا الجماعات المتطرفة والمتشددة المتمثلة في جماعات تدفيع الثمن وجبال الاحتلال، كل هذه الجماعات الصهيونية وبدعم من غفير وتسليح للمستوطنين كلها منحت ضوء أخضر للاعتداء أكثر فأكثر على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب رعاية جيش الاحتلال لهؤلاء ودعمهم الدائم بالقتل والترويع. ذلك بالتأكيد يدفع الكثير من الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم من خلال الشروع في مواجهة الاقتحامات اليومية لجنود الاحتلال وجيشه ومستوطنيه على هذه المناطق، فهي مناطق مستهدفة بالدرجة الأولى في محاولة لقتل أي محاولة إمكانية التصدي لجنود الاحتلال من أجل فرض من المشروع الاستيطاني الكبير الذي سعت إليه هذه الحكومة منذ بدايتها، وهي تعلنه بشكل واضح وصريح أنها تسعى إلى الاستيلاء كليا على مناطق الضفة الغربية المصنفة مناطق سي، وبناء دولة يهودية في منطقة يهودا والسامرة على حد وصفها. طيب، أيضا إيصال المساعدات، الحديث عن الخطوات المتسارعة أو أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وسيكون جاهز للعمل في بداية مايو، كيف يمكن وصف هذا الأمر في سياق ما يحدث؟ هناك حديث عن عملية مزمعة في رفح، هناك حديث عن مفاوضات هدنة، والآن نتحدث عن إيصال المساعدات، هل من رابط ما بين هذه الأمور أو إشارات بعينها؟ والإعلان عن بناء هذا الرصيف كان قبل أكثر من 3 أشهر تقريبا أو ربما يكون أكثر، ولكن دعينا أقول بكل وضوح أن هذا المشروع هو مشروع غامض تحديدا، وأهدافه المعلنة ربما تكون مساعدة تقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا في قطاع غزة وتحديدا مناطق الشمال، لكن هناك توجس وتخوف كبير من إمكانية شروع إسرائيل في عملية برية باتجاه رفح، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى اندفاع موجة من المواطنين النازحين في الجنوب إلى هذه المنطقة، وهناك من يتحدث عن إمكانية فتح هذه البوابات لنقل المواطنين من قطاع غزة باتجاه تهجيرهم بشكل طوعي تحت وقع تحت وقع العمليات القتالية التي يهدد أو تهدد الحكومة الفاشية في إسرائيل بالشروع فيها، متناسين عملية
العملية التفاوضية التي يقودها الوفد المصري، والذي أعلن يعني بشكل مطلق وواضح أن جمهورية مصر العربية ترفض أي عملية باتجاه رفح، وتحديدا محور فيلادلفيا، وتعتبره يعني ضمن الأمن القومي المصري. وبالتالي يعني هناك توجسات وتخوف كبير من هذا الرصيف البحري، ويعني لا يمكن الوثوق في التصريحات الأمريكية حقيقة، لأننا نرى تناقضا كبيرا على مدار هذه الأشهر من عمر حرب الإبادة، أن الولايات المتحدة الأمريكية غير صادقة بالفعل فيما تقوله علنا، وتفعل في الخفاء أشياء يعني غريبة، وخصوصا في دعمها المتواصل لخطط الاحتلال ولحربه على شعبنا الفلسطيني. صحيح، يعني ومن بين هذا الدعم الطلبات التي قدمت إلى بلينكين لمحاولة إثبات أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية وفقا لقواعد القانون الدولي. يعني هو حتى المسألة تبدو غريبة، لأنه يتم تقنين أو بالضبط، أنسنة استخدام السلاح. هي هذه التصريحات تأتي تماهيا وتماشيا مع المطالب الداخلية في المجتمع الأمريكي، على اعتبار أن المجتمع الأمريكي الآن والحركة الاحتجاجية تتهم الحكومة أو الإدارة الحالية الأمريكية وخصوصا الكونغرس في تشريعه الأخير وموافقته على منح إسرائيل مزيد من المساعدات لقتل الفلسطينيين. يعني هذا يعني يؤكد بالكامل أن هناك بالفعل تناقضا كبيرا، وهذه التصريحات تأتي كمسكنات للمجتمع الداخلي الأمريكي على اعتبار أن إسرائيل لم تقم بجرائم. هذه يعني ربما يعني أمور غريبة ومستهجنة في هذا الوقت، حينما ترى وتشاهد على مدار 6 أشهر حرب إبادة يتفق أو تتفق كثير من الدول والمنظمات وغالبية المنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية على أنها جرائم كبيرة ترقى إلى مستوى الجرائم الحرب، وهي بالفعل حرب إبادة. وبالتالي هذه التصريحات يعني تأتي في سياق خدمة يعني وتهدئة الرأي العام الأمريكي المتصاعد والمتنامي باتجاه ضرورة لجم ووقف هذه الحرب الهمجية والمحرقة بحق الشعب الفلسطيني.